ينضم إلينا من كييف مراسلنا إياد استيتية. مرحبا بك إياد. ضعنا في آخر التطورات الميدانية والوضع الإنساني وأيضا تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طالب مجلس الأمن بمعاقبة روسيا. نعم ماجد، وزير الداخلية الأوكراني قد أعلن صباح اليوم مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين جراء الضربات الصاروخية الروسية مساء أمس، والتي استهدفت المرافق أو مرافق البناء التحتية الحيوية في العديد من المقاطعات الأوكرانية. بيان الأركان العامة الأوكرانية الصادر صباح اليوم كان قد ذكر أن القوات الروسية أطلقت 67 صاروخا على العديد من المقاطعات الأوكرانية يوم أمس، و10 مسيرات، لكن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 51 صاروخا و5 مسيرات. فيما يتعلق بالمشهد الميداني وسير المعارك على الجبهات الشرقية والجنوبية، بحسب بيان الأركان العامة لا يزال القتال متواصلا في مقاطعة دنيسك، وتحديدا في محور بخموت أفديفكا وأيضا في محور ليمان كوبيانسك، حيث تحاول القوات الروسية وتحت غطاء كثيف من الدبابات ونيران المدفعية ورجمات الصواريخ التقدم نحو المواقع الأوكرانية واختراق الخطوط الدفاعية في هذه المحاور. إلى الجنوب أيضا في مقاطعة خرسون لا تزال القوات الروسية تواصل قصفها للمواقع الأوكرانية المتمركزة على الضفة اليسرى، الضفة اليمنى عفوا، من نهر الدنيبر، وتعمل على تعزيز تحصيناتها وخطوطها الدفاعية في هذه المنطقة. ماجد، فيما يتعلق بحديث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس خلال مشاركته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، قال إن روسيا تتحمل مسؤولية ما وصفه بهذه الجرائم الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين العزل الأوكرانيين، وقال أيضا بأن على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة أن تحرم روسيا من حقها في التصويت في حق النقد، وذلك فيما يتعلق بأفعالها التي ترتكبها في أوكرانيا. أيضا كان هناك تصريح اليوم من وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، قال فيه أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن لا يبقى محايدا في هذه الحرب التي وصفها بالحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد المواطنين العزل المدنيين في أوكرانيا، وقال أن لابد من وضع حد لهذه الضربات الصاروخية، وطالب بالمزيد من الدعم فيما يتعلق بالدفاعات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي الأوكراني. شكرا لك مراسلنا إياد استيتية. شكرا لك، كنت معنا. نعم شكرا لك إياد استيتية، كنت معنا من كييف.